السلام عليكم خوتي احبابي، تحياتي لكم، سلامي لكم، مرحبا بكم في هذا البث المباشر من منطقة كينز كروس. راح ندير لكم جولة خفيفة اليوم. المهم تابعونا ودعمونا بالإعجاب خوتنا ودعواتكم، إن شاء الله ربي يسعدكم إن شاء الله في الدنيا والآخرة. إلى هذا المقطع تابعوني. هذه منطقة كينز كروس، يعني السنوات المقبل كانت فارغة والو، كانت فيها مشاكل، كانت مخدرات، كانت أمور يعني ما تعجبش، لكن طوروها وأصبحت من هنا من المنطقة هذه كذلك تنطلق قطار اليوروستار من لندن إلى باريس. كما راكم تعرفوا هذاك فندق كان يعني الوقت ننسي كمان، الآن سقموه نشوف فيها ولا يعني محطة البنكراس قطار اليوروستار من هذا الناحية. أيضا هنا محطة كينز كروس، يعني كل عدد مسافرين هنا كل الواجهات لكل المدن البريطانية، يعني واحدة من بين المحطة الكبرى هنا في لندن. توجد ليفربول ستريت، هيوستن، كينز كروس، بادينغتون إلى آخره. الجو اليوم شوية بارد، يعني درجة حرارة قبل يومين كانت 32 درجة، اليوم راهي سبحان الله بعد ما صبت أمطار راهي اليوم 18 درجة فقط. هنا دايرين كما نقولوا الناس يبيعوا، كل واحد يمشي يبيعي. شوف محلات منتقلة هذو بعد هذه توجد بها محطة قطار كبرى، محطة المترو، كذلك محطة القطار من لندن إلى باريس سان بانكراس. المهم خلصنا اليوم رايحين نزوروا مقر شركة جوجل واليوتيوب هنا في لندن، بما يعرفونا بيوتيوب سبيس لندن. شركة جوجل أو اليوتيوب لديها عدة مراكز أخرى في أكثر من مدينة عالمية، منها لوس أنجلوس، نيويورك، طوكيو، ريو، تورنتو، مومباي، باريس، دبي ولندن. حندير لكم نصور لكم بعدين ان شاء الله من الداخل. هنا سيارات الاجره، شوف بما عرفنا البلاك كاب. هذو الناس اللي جاوا من سان بانكراس انترناشونال، هذه محطه من محطه اليوروستار من باريس الى لندن او من لندن الى باريس. سيارات البلاك كاب قلت لك ماي يوراي. هنا في هذا داخل هذه المحطة يوجد معلم تاريخي هنايا، كذلك مكان مشهور تاع هاري بوتر في هذا المكان داخل المحطة هذه. هنا محطة اليوروستار من لندن الى باريس سان بانكراس انترناشونال. من هنا تروح القاطره او القاطرات عفوا الى باريس، الى بلجيكا، الى هولندا، وهكذا يعني يكون الانطلاق من هنا. بعد ذلك تحول الى دول كما بلجيكا وهولندا. وانطلقت اول رحله بين لندن الى هولندا في 3 افريل الماضي، اليوروستار. ناس يخدموا بلدانهم ويحاولوا يعاونوا بعضهم وهكذا.
المهم رايحين ان شاء الله اليوم اليوتيوب سبيس في لندن. هاي براذر رايت. نصور لكم ما نقدرش ندير لكم البث من الداخل، لكن ربما ندير لكم المقطع لاحقا، لانه من شروط تكون الداخل ما تقدرش دير الفيسبوك، لازم ديرها في اليوتيوب. فهمتوا خوتي؟ يعني والله هذا سبيس عندي مده من اللي كنت راح نجي، لكن الظروف ما كنت مشغول. اليوم بعثوا لنا ايميل يعني لازم تسجل وبعد ذلك تجي يعني تشوف الداخل كيفاه، وربما يقدر يعطوك استديو تعود دير البث من الداخل، لكن الوقت ما كاش والجري اكبر تعرفوا فهمتوا. هذا يقدروا يعطوه لاي واحد عنده مشاركات يعني فاتوا 10,000 في اليوتيوب، يعني مبادره للناس اللي يحبوا الابداع وهكذا اخوتنا. لذلك اخوتنا اللي يحب يصور ولا يدير حاجه راهي سبحان الله كل شيء هو عادي. صور اخويا برودكاست يور سيلف تو يور سيلف. طبعا سياره الاجره بلاك اب، شوف يديروا الطابور يروحوا ليه يرفضوا الزباين واحد وداته وهكذا. المهم خي نحيي خويا عمر سايق الاجره وهنايا. المهم رايحين اليوتيوب سبيس لندن كما قلت لكم، يعني يوتيوب سبيس المقر الاصلي في نيويورك، عفوا في لوس انجلوس، لكن عنده عدة مراكز أخرى عبر عواصم عالمية ومدن عالمية، منها لوس أنجلوس، نيويورك، طوكيو، ريو، تورونتو، مومباي، باريس، دبي ولندن. هنا فيها استديوهات داخل هذا السبيس. رايحين إن شاء الله اليوم، راني في يا أخي بلال، راني في كينز كروس، رايحين ريتي ستور. هذا الناس اللي يديروا، راح ندخلوا لهذا شركة جوجل او مقر شركة جوجل واليوتيوب هنا في لندن. المهم خاوتي بعدين ان شاء الله دعواتكم وهكذا، بعد ان شاء الله صور لكم بعدين ان شاء الله دعواتكم ودعمونا ان شاء الله. السلام عليكم.